السلام عليكم اخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده مرحبا بكم في قناه طبخ سميه اليوم باذن الله غادي نشارك معكم فطائر سهله اقتصاديه بدون اختمار كتوجد في اخر لحظه كتجي بنينه بزاف ولذيذه بواحد الحشوه اللي بسيطه وفي نفس الوقت كتجي اكثر من رائعه فأنتم انكم تجربوها المهم ان طريقه التحضير ديالها كتبقى جد جد سهله وكتوجد في اخر لحظه وبلا ما نطول نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير فغادي نبداو بسم الله على بركه الله في واحد الاناء كيف ما كتشوفوا غادي نوضع الكميه ديال 250 غرام من الدقيق ما يعادل جوج كيسان ونص ديال العنبه غادي نضيف عليهم واحد راس ملعقه صغيره من الملح وغادي نضيف كذلك القليل من بودره الثوم باش كتجينا هكا العجينه ديالنا من السماء وكتجي بنينه غادي نخلط هذه المكونات ثم غادي نقوم باضافه نصف كاس من الزيت زيت نباتيه ما يعادل 70 مليلتر وغادي نخلط كل شيء مزيان غادي نحاول ان هذا الدقيق هذا يتلبس بهذا الزيت كيفما ما كتلاحظوا ملي كيتلبس هذاك الدقيق ديالنا هكا بالزيت وكيولي بهذا الشكل هذا غادي الان نقوم باضافه حبه ديال البيض وغادي نحاول نجمع هذا الخليط هذا بهاد الحبه ديال البيض الى تجمع الا كانت البيضه حجم ديالها كبير فغادي تجمع لكم كان الحجم ديالها صغير انا الحجم ديالها صغير ما تجمع ليش الخليط غادي نضيف هكا قطرات من الماء وغادي نحاول انني نجمع العجينه فهانتوما كتكون بهذا الشكل هذا فحاولوا انكم ما تعجنوهاش غير مجرد ما كتجمع معاكم صافي كتوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي وكديروها في الثلاجه لمده ديال نصف ساعه وفي هذه الاثناء غادي نحضروا الحشوه فبالنسبه للحشوه غادي نحضروا حشوه اللي ساهله وبسيطه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف كيف ما كتشوفوا في واحد المقلاة وضعت هكا واحد الحبه ديال البصل لمقطع قطع صغيره وضفت عليها شويه ديال الزيت وكذلك القليل اه واحد الرشه من الملح وغادي نبقى كنحرك فيها حتى كتشحر بهذا الشكل هذا وغادي نضيف عليها الان بعد ما تشحرات اه فلفله الوان وغادي نضيف كذلك واحد الرشه من الفلفل الاسود وغادي نبقى كنحرك في الحشوه ديالي حتى كتولي بهذا الشكل هذا و كطيب هذيك الفلفله وفي الاخير كنطفي هكا دابا أنا نطفي النار غادي نضيف هنايا واحد العلبه من التون او التونه اللي حيدت لها الزيت صفيتها من هذيك الزيت غادي نضيفها وفي الاخير غادي نرش هكا شويه ديال الزعتر فوق من الحشوه كيعطيها مذاق اللي زوين بزاف وها هي الحشوه ديالنا جاهزه وغادي نرجعو الان للعجين بالنسبه للعجينه راه ارتاحت في الثلاجه يعني ديك المده اللي حضرت فيها الحشوه فغادي نحاول نقسم هذه هاد العجينه هذه ل 12 قطعه غادي نوضعها هكا في هذا الاطار ديال الكاب كيك تقدرو تسرحوها ما بين زوج بلاستيكات بالمدلك وتقطعوها وتحطوهم هكا في هذه هاد القوالب هادو. او ديروا كيف ما انا هكا بسرعه بكل سهوله ها غادي أه نضغط عليهم هكا باليد ديالي وغادي نطلع هذيك العجينه هكا من الجوانب بهذه الطريقه هذه وينايا كيف ما كتشوفوا بعد ما سرحت هذيك العجينه في جميع القوالب غادي نبدا نعمرهم بحال هكا بالحشوه اللي حضرناها فبالنسبه لهاد الفطائر هادو راه ساهلين وبساطين كيوجدوا في اخر لحظه وفي نفس الوقت راه كيجيو لذاد بزاف خصوصا بهاد الحشوه والان غادي نوضعهم جانبا وغادي نحضروا هنايا في واحد الاناء غادي نوضع علبه من اليوغورت انا هنا ما عادش نستعمل العلبه كلها لانه عندي فيها 150 غرام تقريبا غادي ندير القياس ديال واحد 100 غرام هكا من اليوغورت يوغورت طبيعي غادي نضيف عليه واحد زوج معالق كبار من الحليب وغادي نضيف كذلك واحد الحبه ديال البيض واحد القبصه ديال الملح وكذلك القليل من الفلفل الاسود الابزار وغادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا وفي الاخير غادي نضيف كيف ما كتلاحظوا هنا عندي آه خميره الحلويات غادي نضيف راس ملعقه صغيره فقط بهذا الشكل هذا وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه صغيره من الدقيق وصافي غادي نخلط هذه المكونات جيدا وغادي ناخذ هذا الخليط هذا وغادي نوزعه فوق هذيك الحشوه او هذوك الفطائر اللي حضرناهم وصافي غادي ندخلوهم الفرن بالنسبه للفرن كنكونوا مسخنينه من قبل على 180 درجه نار اللي هي مهيله قريبه المتوسطه باش كيطيبوا مزيان وبالنسبه للفرن راه كنشعلوا فقط من الاسفل حتى كيبانوا لي بانهم بداو كيتحمروا هكا كنحيد وحيده وكنشوف بانهم بداو كيتحمروا وعاد كنزيد نشعل الفوق باش كيتحمروا كذلك من الوجه ديالهم ونتلاقاو بعد ما نخرجهم من الفرن وبعد ما طابوا الفطائر كيف ما كتشوفوا وخرجناهم من الفرن فغادي نزينهم هكا بشويه ديال الجبن المبشور من الفوق وكتقدموهم وحسب الرغبه ديالكم كيجيو اكثر من رائعين كيجيو لذاد بزاف وزوينين فنتمنى فعلا انكم تجربوهم وغادي نقطع لكم اكيد باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل ما لاحظوا معايا كيفاش كتجي ديك العجينه هكا مقرمشه وكتجي هكا هشه في نفس الوقت كتجي فعلا زوينه وحتى الحشوه كتجي بنينه بزاف فنتمنى انكم تجربوهم فعلا لانهم ساهلين في التحضير ديالهم وكيوجدوا بسرعه وكذلك كيعطيونا نتيجه اللي هي زوينه وكيجيو لذاد وصلنا لنهايه الفيديو فإذا عجبكم الفيديو طبعا شجعوني باللايكات ديالكم فرا كانت عندي الاضاءه شويه ضعيفه داكشي علاش ما, ما يعني ما صراحة حقهم في التصوير فنتمنى فعلا انكم تجربوهم وصلنا لنهاية الفيديو نتلاقاو في وصفه اخرى اذا عجبكم الفيديو طبعا فنتمنى انكم تشجعوني باللايكات ديالكم تبارتاجيوه مع الاصدقاء والاحباب وكذلك تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتزوروها وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ونتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه اخرى ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته